يتأسك ميموز. هاي هلا، كم هيك كم وينك وينك؟ برافو تونات، تحية لتونات. إذن مشاهدين أوفياء، مشاهدين قناة شوف تيفي، إنما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني فقط 10 دقائق تفصلونا عن بداية المقابلة ديال الوداد أمام الأستيك ميموزا. يعني مقابلة صعيبة، مقابلة كتعرف أجواء اللي ديال الضغط، أجواء اللي حماسية. جمهور الوداد اللي حج بكثرة ملعب البلدي في مراكش، اليوم كلشي مول على 3 بوان، كلشي مول على التأهل، كلشي تيقول أش غيوقع في السيناريو ديال الوداد، واش الوداد غتحطم الروكور وغدوز، ولا الوداد غادي تصدم الناس وغادي تقصى من دور المجموعات. اليوم معنا ودادي. شي ودادي أنا مغربي. مغربي مغربي. كنحب الوداد، كنحب الرجاء، كنحب. أنت اليوم غتشهد خميس الوداد البيضاوي. أنا غنشهدك ودادي اليوم. أنا غنهدي الفوز للوداد. واخا سيدي أنا معك دابا، إذا معنا هذا السيد هذا اللي غيحكي لنا كيفاش غيتبع الأجواء ديال المقابلة، وشو التمنيات ديالو للفريق الوداد البيضاوي. المتمنيات ديالي. السلام عليكم. سميتو الفريق الوداد غيعض بسنانو باش يربح، باش نربحو بعدا التأهل، باش نربحو التأهل. حنا غنتعادو بأي طريقة، الوداد ديما في إفريقيا كتحمر الوجه. أنا المغاربة كلهم السيد فور الوداد، الوداد عالمية، أول فريق في المغرب تأسس هو فريق الوداد المغربي، ولكن فيه لعابة في المستوى ديالهم مزيان، ان شاء الله غيقولوا الكلمه ديالهم وغيفوزوا بجوج للزيرو ان شاء الله باذن الله. شفنا هذا العام الوداد المستوى ديالها كان ضعيف بزاف في مقابله الكفاف. كاينه ظروف، كاينه هناك ظروف الفريق الوداد اللياقه ديالهم وغيقولوا الكلمه ديالهم، واخا كاينه هناك مشاكل. الحمد لله كنتمناو اللعابه ما يمشيوش في هذاك يتحكموا في رؤوسهم ويثيقوا في راسهم وينكروا الداس ويلعبوا من اجل الرايه المغربيه. اكيد اليوم الضغط على الوداد، كاين ضغط على الوداد، الجمهور حجوا بكثره، ولكن كنتمنى من الجمهور ما يمشيش في هذاك المشكل، كنتمنى منهم يحاولوا ينساو هذاك المشكل ديال يبقاو يحتجوا على اللعابه، باش اللعابه ما يضعفوش، يعاونوهم بالصبر ويعاونوهم بالتشجيع، لانه هو الفريق. الا ما كانش الجمهور مزيان، اللاعب كينهار وكيتعصب وكيدخل في ديك العصبيه، وكيولي يقول عندك الجمهور يضغط عليا، عندك الجمهور، عندك مندير هكا ويغوت عليا الجمهور. لا، تسناو اللعاب تيعطي داكشي اللي عنده كامل، وراه غادي تكون النتيجه مزيانه. اليوم غيكون تأهل تاريخي ان شاء الله؟ غيكون تأهل تاريخي، علاش؟ بالخطاب ديال صاحب الجلاله كيشجع الفروق ديال المغرب كلهم، الريادي الاول ملك الاول كيشجع كاع الفروق ديال المغرب. فما بالك ان شاء الله غادي نفوزوا وغادي نتاهلوا وغادي نقولوا الكلمه ديالنا، لانه حنا مقبلين على كاس افريقيا. غادي ضروري الوداد غادي يبغيو يفرضوا الوجود ديالهم، واللعابه غيبغيو يبينوا علاش باش يشاركوا في كاس افريقيا. اللعابه اللي كاينين في البطوله غيبغيو يشاركوا في كاس افريقيا، غادي نقولوا الكلمه ديالنا في الوداد، وغادي يقولوا كلمه ديالنا في كاس افريقيا ان شاء الله، حيت مقبلين عاوتاني على كاس العالم، البطوله ديالنا غتستهر باللعابه. انت كرياضي ضغط في بيضاوه كازا ما بين قطبين كبار، رجل وداد، صعوبه المقابله ديال اليوم في نظرك كيف هو الاجواء ديال المباراه؟ الاجواء ديال المباراه الفريق ما كيستاهلش بها. لا، فريق ميموزا حتى هو عنده غيقول كلمه ديالنا، ما نستهنوش بها، حنا ما غاديش نتسوقوا ليه، لانه حنا عندنا لعابه ممتازين كيتخلصوا مزيان، كيترينيو مزيان، ملاعب مزيانه، القجع خدام، كيدعم الفروق، كيدعم المدربين، كيدعم اللعابه. علاش ما نربحوش؟ غنربحو حنايا فريق ميموزا، لانه الفريق عندنا متكامل، ما عندنا ما خاصنا والو، اللعابه محترفين داخلين السونتر، اللي ما داخلش السونتر كيمشي لدارهم كيشوف والديه وكيعاود يرجع. الحمد لله حنا عندنا امكانيات، ما خاصنا والو. حنا الحمد لله صعدنا واحد الصعده كبيره مع محمد السادس نصره الله، صعدنا واحد 30 عام زدنا لقدام. رسالتي للعابه اليوم هما يتحكموا في راسهم وما يديوش على الجمهور ويلعبوا الكوره،
ما يفكرش بانه صاحبه اللي يلعب. الجمهور كيعطيو الحماس. لا اه الا شجعوهم خاصنا ندويو مع الجمهور يدعموا الفريق الوداد البيضاوي ما يدخلوش في ديك الشناءات يعيروا اللعاب ولا شي حاجه واخا يخطا نشجعوه نقول له نوض تلاقي نوض وسير سير سير ما تقولش ليه لا راك خصك طلقتي الكره درتي مشكله لا لا خصني نشجع اللعاب كيما كان الحال راه غادي يدير محاوله علاش حنا كنديروا واحد المحاوله راه ميسي كيبقى يضرب كوره يبقى يباكي 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 يقدر 20 باكيه وما كيجيبهاش في الشبكه وفي الاخر كيجيبها في الشبكه عاد كيقولوا اه ميسي راه قلنا لك التوقع ديالي 2-0 ونقدر نقدر نفاجئهم علاش حيت حنا في افريقيا كنتحمسوا عندنا لعاب كبير افريقيا الوداد اصاحبي راه الوداد عرفتي شنو وداد العربي صحافي رياضي وصحافي ماشي غير رياضي ما خليت كاع الصحافه درتها ما خليت سياسه اقتصاد الرياضه وفي نفس الوقت رياضي انا بطل ديال العاب القوى انا ذاك انا كنوصي من هذا المنبر العاب القوى غادي تستار ان شاء الله مع الرئيس السي احيزون كنتمنى الانديه تعطاهم فرصه باش يفتحوا لهم المقرات باش الدراري بحال البقالي وبحال تبارك الله عليكم وكنشكروا الصحفيين اللي كيبذلوا واحد المجهود جبار باش يوصلوا المعلومه للمشاهدين والجمهور لا تبخلوا على الوداد على الوداد لا تبخلوا على الوداد وكنشكروا محمد السادس الرياضي الاول اللي كيسهر على جميع الفروق اللي كيدعمها وكيعطيها واحد القوه الله ينصرو وتبارك الله عليكم باي باي معكم المنديني مولاي احمد كيحييكم من مدينه الدار البيضاء وبالاخص من منطقه بوسكوره تحياتي لكم الصحفيين كاملين خوت مشاهدي قناه شوف كيما شفتوا معنا باللي هذا السيد هذا توقع الفوز الوداد البيضاوي اليوم رغم ان الوداد الضعف ديالها اللي كان هذا العام لكن قادره انها تاهل كنا ان شاء الله مع الوداد العام باش تدوز من دور المجموعات وباش تحطم الرقم القياسي ديالها لانها كل موسم كدوز من دور المجموعات مشاهدي الكرام الماتش بدا مشيو كاملين نشجعوا الوداد السلام عليكم حنا غنشجعوا الوداد دقيقه